أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واحدة وخلق منها زوجها واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
نصيبا مفروضا.
وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس
فريضة من الله، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركوا، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، وصية من الله، والله عليم حليم. تلك ومن يطع الله
وذلك الفوز العظيم. ومن يعص واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما.
حتى إذا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم فإن لم تكونوا دخلتم
أهلهن
وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم
ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله فالصالحات قانتات
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ
والجاهل.